أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق لسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات أكمام والحب ذو العصر والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسألهم في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكما أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتما أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يصال عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي ربكما تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه جنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ بالعواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى جنتين دان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي Yeah.
مشروعون إلى بيقات يوم المحلوم. ثم إنكم بار أيها الضال دون مكتبون لأكدون بشجر من سقوم فمالئون من حفظون فشاربون عليه من الحديد فشاربون شرب الهيل. فلولا تصدقون ما فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب ممنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتشهدون الاستغفار فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم على مدين لترجعونها ذكر الصادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم سوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منهم أنفقوا لهم أجر كبير وما لكم
وقد أخذ ميثاقه الله يدعون المؤمنين هو الذي يرسل على عبده هذه بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوف لا يستوي منكم ما نفخ من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أفقوا من بعد وقاتلوا وقلنا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وكالذي يقرض الله قد حسن فيضاعفه له وله أشراكم اليوم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله وظاهرهم من قبله عذاب ينادونهما ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتركتم وغرتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فيوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين وبئس المصير فلم يعن للذين آمنوا قد تشرع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون بينا لكم لا لكن لعلكم تحيدون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قد حسنا يضاعف لهم ولهما أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء مثل غزين أحجاب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مزرعا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون
ومن يتولى فإن الله غني حميد. أخلصنا رسلنا ببينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يسره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. ولقد صنع نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقفينا على هذه برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وهديناه للجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويشحن لكم نورا ترجون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله.